مباراة كانت متكافئة الصراحة بين الطرفين. الحمد لله أن دخلنا على سبيل الفوز في المباراة، ما كنا محظوظين، وصلنا ضربات الحظ، هي اسمها ضربات الحظ يعني، ما كنا محظوظين فيها، ما توفقنا، والحمد لله إن شاء الله الجاي خير، هذا اللي كتبه الله سبحانه، إن شاء الله الجاي خير، وبنوعد جمهورنا إن شاء الله نعوض في الجاي إن شاء الله بإذن الله. بالنهاية مبارك على فريق الشباب، هارد لك الوحدة، إن شاء الله القادم يكون أحسن، هذه كرة قدم بالنهاية. مرة بتفوز مرة بتخسر مرة تعادل، لكن تعرف البطولة ما فيها تعادل فخسرنا اليوم. نتمنى حق الشباب إن شاء الله يكملون مسيرتهم في البطولة، أكيد راح المباراة بتكون مباراة جماهيرية بين الهلال والشباب. نتمنى التوفيق حق الفريقين والفرق الثانية اللي مشاركة في البطولة. كان كتبت عشان بس احنا واحد مش لازم